أهلا بكم. نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين، وكانت الدعوات للإفراج عنهم قد تصاعدت مؤخرا مع الأنباء عن تدهور حالتهم الصحية، خصوصا الصحفي عبد الخالق عمران الذي تفيد الأنباء أنه صار مقعد عن الحركة بفعل التعذيب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي والمخلوع في معتقلاتها. في هذه الحلقة نناقش وضع المختطفين في سجون الميليشيا وجهود الإفراج عن المختطفين. تتدهور الحالة الصحية للصحفيين والناشطين المختطفين في سجون الميليشيا في ظل استمرار التعذيب الذي تمارسه عليهم وعدم سماحها لهم بتلقي العلاج. رابطة أمهات المختطفين نفذت وقفة جديدة للمطالبة بالإفراج عن المختطفين، إلا أنها كما جرت العادة منذ أكثر من عام لم تلقى سوى التعنيف والاعتداء من قبل عناصر الميليشيا، وفيما تتصاعد المطالب بالإفراج عن المختطفين لديها وخصوصا من الصحفيين والناشطين، لا تزال الميليشيا تواصل اختطاف المدنيين محولة البلد إلى سجن كبير. في البيضاء قامت الميليشيا باختطاف أكثر من 60 شخص من قرية واحدة، بينهم أطفال وكبار في السن، فيما كانت تقوم باحتجاز 9 أشخاص من محافظة عمران خلال الأيام الماضية. نبدأ النقاش في موضوع هذه الحلقة بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل كمال حيدر. نداءات تضيع في الفراغ منذ أكثر من عام، لا أحد يسمع صوت هذه الأم المخنوقة بلوعة غياب ولدها أو يكترث لمصير المختطفين في سجون الميليشيا. منذ أشهر طويلة تحتجز ميليشيا الحوثي والمخلوع عددا من الصحفيين والناشطين في أوضاع بالغة الصعوبة تحت التعذيب النفسي والبدني بحسب إفادة أهل المختطفين، فيما تستمر وقفات أمهاتهم وأخواتهم بلا يأس أو ملل رغم ما تعرضن له من اعتداءات على يد عناصر الميليشيا ومن خذلان من المجتمع المدني ومن يفترض أنهم رعاة ودعاة حقوق الإنسان. خلال الأيام الماضية كانت النداءات الإنسانية تتوالى عن تدهور حالة الصحفي عبد الخالق عمران المختطف في سجن الأمن السياسي بصنعاء مع رفاقه البالغ عددهم 14 صحفياً. نقابة الصحفيين اكتفت بإدانة استمرار احتجاز عمران ورفاقه وحملت ميليشيا الحوثي والمخلوع مسؤولية ما يتعرض له بعد أن قالت أسرته إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة وأصبح مشلول الحركة وإن حالته الصحية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، ولكن الميليشيا ترفض السماح بذلك. وفيما تمتلئ السجون بالمختطفين لا يبدو أن ميليشيا الحوثي قد اكتفت بما لديها، فهي لا تزال تبحث عن المزيد من الضحايا. وخلال الأيام القليلة الماضية قامت الميليشيا باختطاف ما يزيد عن 60 شخصا في محافظة البيضاء و9 أشخاص في محافظة عمران. وبحسب مصادر محلية فإن الميليشيا اقتحمت قرية طياب في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء واختطفت 30 شخصا إضافة إلى 15 طالبا و4 معلمين. تستمر الميليشيا في سلوكها الإرهابي وهذا ليس جديدا، ولكن ما لا يجب أن يستمر هو هذا الخذلان الكبير الذي يتعرض له المختطفون في سجونها، وتبقى هذه النسوة في انتظار أي جهد يعيد لهن أبناءهن ويدفع عنهن اعتداءات عناصر الميليشيا المتكررة. أبدأ بالنقاش مع رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان ينضم إلينا من مارب عبد الله الشليف. أهلا بك أستاذ عبد الله. حياكم الله. أستاذ عبد الله، اليوم كان لكم في مارب فعالية تضامنية مع المختطفين في سجون الميليشيا، تحديدا كانت مع الصحفي عبد الخالق عمران الذي تشهد حالته الصحية وفق إفادة أهله الكثير من التدهور. بداية لو تعطينا صورة عن الوضع الصحي لعبد الخالق عمران ورفاقه من الناشطين والصحفيين المختطفين لدى الميليشيا. أولا شكرا لكم. بالنسبة للزميل عبد الخالق عمران وزملاء المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، الحقيقة أن وضعهم الصحي يتدهور يوما بعد يوم، ليسوا هم فقط لكن كل المعتقلين الذين في سجون الحوثي وهم بالآلاف إن صح التعبير. صحة عبد الخالق بالذات تتعرض لتدهور مريع جدا حسب المصادر الموثقة والمؤكدة، أنه حاليا لا يستطيع الوقوف وأنه أصبح مقعد وأنه يعني في حالة صحية سيئة جدا. الميليشيا ترفض أن تعرض هذا تعرض الأخ عبد الخالق عمران على طبيب وترفض أن تفرج عنه. حالته الصحية وحالة زملائه في تدهور نتيجة للتعذيب المستمر
والضغوط النفسية المستمرة، تعذيب ممنهج وتعذيب وفق قواعد خطيرة جدا أدت إلى تدهور صحته وصحة زملائه. طيب ندخل بشيء من التفصيل، وفق ما لديكم من معلومات لو تطلعنا عن تفاصيل مثلا أماكن الاحتجاز، ظروف الاعتقال. في الحقيقة هذه عندما تكون الاعتقالات جزئية أو بسيطة أو نادرة، لكن في وضع الذي نحن فيه ومع جماعة مثل جماعة الحوثي الاعتقالات أصبحت أكثر من أن تحصى كل يوم، ونحن والاعتقالات بالعشرات في أكثر من قرية، في أكثر من منطقة، سجون سرية، مناطق بيوت مدنية استخدمت للتجميع هؤلاء المعتقلين، ظروف صحية سيئة جدا، ممارسات إرهابية وممارسات فكرية وممارسات جسدية. هذا واضح يعني ومعلومة، ظروف الاعتقال ربما هم حولوا البلد للأسف إلى سجن كبير. أقصد بسؤالي عن ظروف الاعتقال وطرق التعذيب المتبعة فيما يخص موضوع الناشطين والصحفيين، إذا كانت لديكم معلومات. الحقيقة أنه يعني يقبع في سجون الحوثي ما يقارب من 253 ناشط وصحفي، جميعهم تعرضوا للتعذيب بلا استثناء، ويتفاوت التعذيب من شخص إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. لكان يعني الإحصائيات الموجودة أن 17 يعني شهيد أو بتيل من الناشطين ومن الصحفيين الذين تم قتلهم على يد جماعة الحوثي. المختطفين الآن الموجودين سواء عبد الخالق عمران وزملائه الموجودين والذين قد سلط عليهم الضوء، هناك أيضا صحفيين وناشطين حقوقيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي لم يسلط الضوء عليهم بهذه القوة، ورغم هذا يمعنوا في تعذيبهم حتى أمام أهلهم الزائرين لهم. في كل زيارة يكتشف الأهل وجه آخر ولون آخر للمسجون لدى الحوثيين. طيب أنتم منظمة رقيب مهتمة بحقوق الإنسان، بالنسبة لكم ما الجهود التي بذلتموها فيما يخص إمكانية الإفراج عن عبد الخالق ورفاقه وغيره من المختطفين في سجون الميليشيا؟ الحقيقة أنه سدت السبل أمامنا، نحن خاطبنا، قمنا بمخاطبة النيابة وقمنا بمخاطبة المنظمة الدولية والمنظمة المحلية، شاركنا في عدد من الفعاليات، لكن إن كانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقرير ولم يؤبه به، وإن كانت هناك أوامر من قبل النيابة بالإفراج عنهم ولم تنفذ، فماذا عساها تستطيع أن تفعل منظمة رقيب؟ نحن أمام عنجهية لم يسبقها شيء. إذا كان الأمم المتحدة أصدرت قرارا تحت البند السابع وإلى الآن لم ينفذ بل يراوغ عنه، فما بالك بمنظمات محلية؟ المسألة ليست جهود منظمة، ولا المسألة هي مسألة يعني جهود جماعية، والمسألة بالحد يعني بالدرجة الأولى يتحمل جزء كبير منها أيضا الحكومة الشرعية ووزير الإعلام. المفترض أن تتحرك الحكومة الشرعية ويتحرك وزير الإعلام والضغوط الدبلوماسية، هؤلاء صحفيين، هؤلاء مدافعين عن حقوق الإنسان، هؤلاء هم ضمن الصحفيين ضمن فئات المدافعين عن حقوق الإنسان، عندما تكمم أفواههم وتقيد أيديهم تختفي وتندثر الانتهاكات. إذا كان هذا حالهم وهم من هم معروفين أمام العالم ومشهورين بأقلامهم بكتاباتهم بانتمائهم إلى العالم الصحفيين وعالم المدافعين عن حقوق الإنسان، فما بالك بالفئات الأخرى. لذلك الواجب الآن أن تتحرك، ليست المنظمات المحلية فقط، اليوم وقفة شاركت فيها عدد من المنظمات وتقارير صدرت من قبل وتقارير دولية وتقارير محلية ومناشدات وأوامر، لكن من ينفذ؟ طيب سنعود للحديث، سنعود عن الحديث عن مستوى التفاعل من قبل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، وربما نتحدث بشكل مركز أكثر عن جهود المنظمات الدولية. نشرك معنا في النقاش من صنعاء المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين الأخت أمل عبد الرحمن، أهلا بك. أهلا وسهلا. إذن لا يأس ولا ملل ربما لديكم في أسر المختطفين والمعتقلين، الكثير من الوقفات تنفذوها للمطالبة بالإفراج عن ذويكم. ما المعلومات المتوفرة لديكم عن ظروف الاعتقال وأسلوب التعامل معهم في سجون الميليشيا؟
في الحقيقة تتركز المعلومات حول الاتجاهين، الاتجاه الذي أصبح أكثر وضوحا وبارزا وربما مقلقا حدا كبيرا للأمهات والزوجات والبنات والأخوات، هو الموت تحت التعذيب. بدأنا نسمع من قصص الموت تحت التعذيب في محافظات مختلفة، ونحن في أمانة العاصمة ودعنا في الجمعة وشيع اليمنيون جيران الشهيد وليد الإبي، هذا الشخص المسالم القريب من قلوب أصدقائه ومحبيه ومعارفه، رحل عن الدنيا في 4 أيام انتهت حياته وخرجت أنفاسه في لحظات قاضية لكل أم لا تتحملها أي أم. نحن أمام هذه الكارثة نعيش وضعا استثنائيا. في الماضي كنا نطالب بالإفراج، الآن نطالب بالإفراج لسلامة أبنائنا. يعني نريد أن نوقف الدماء التي تسال في السجون. الجميع يناشد في كل مكان أن يقف سيل الدم اليمني في كل مكان، ما يسموه جبهات خاصة بالشرعية أو جبهات خاصة بأنصار الله أو الحوثيين أو غيرهم. إذا أبناؤنا دماؤهم المسالة في السجون في أي اتجاه يا سرات؟ طيب هل لديكم معلومات واضحة عن ظروف الاعتقال الآن، عن ظروفهم ووضعهم الصحي، أم ربما الوضع غامض بالنسبة لكم ولا مصادر مؤكدة تؤكد لكم الوضع؟ ليس غامضا، هو إذا كان يعني ببساطة وصل الأمر إلى الموت، ماذا تتوقع أن يكون الوضع الصحي والوضع السجين داخل السجن؟ ماذا تتوقع أن يكون حال المختطف؟ بالعكس تصلنا كل يوم إشارات مختلفة عن أوضاع صحية للمختطفين مأساوية جدا. ربما عبد الخالق عمران هو الشخصية الأبرز سلط الضوء حول وضعها الصحي الصعب جدا، وهي إشارة واحدة لبقية المختطفين الذين يعانون إما من بداية جلطات أو بداية فشل كلوي أو آلام ضارة بالعمود الفقري أو يعني أشياء ممكن لا تتخيلها. يعني آخر ما وصلنا عن شخص مختطف هو في وضع الجنون. تحدثني إحدى السيدات وهي تزور زوجها أنها تلتفت إلى أحد المختطفين وقريبه ينادي وهو لا يعرف أن هذا اسمه. قالت وضعه الصحي، طريقة حركة جسده، حينها قالت خفت خوف شديد، خفت أن يطل زوجي علي بنفس هذه الطريقة أو هذه الحالة والهيئة. قالت حينما أطل علي رغم أنه مريض مرضا شديدا، مريض مرض شديد، قالت عنده السكر وغادر على الحركة، لكنه كان سالما في عقله بعض الشيء ففرحت. ماذا يعني؟ ما الذي يحدث؟ طيب أختي أمل، إذن وفق الإفادة التي نقلت لكم عن طريق إحدى النساء التي لها قريب ربما مختطف في السجن، نفهم أن هؤلاء المعتقلين والمختطفين هم الآن في سجون أيضا معروفة، ربما في أماكن واضحة لأهاليهم، ومع يعني ليسوا في أماكن مغيبة ربما لا أحد يستطيع الوصول إليهم. في الحقيقة هو في أمانة العاصمة يوجد 25 سجن، هذه من السجون التي استطعنا التعرف عليها. حوالي 10 سجون فقط هي سجون رسمية، 15 سجن هو سجن غير رسمي، بيوت أو مساجد أو إلى غير ذلك. هناك سجون سرية تصل البلاغات تباعا عنها، لا نعرف كم عددها ولا نوع التعذيب الذي يحصل فيها. لكن ببساطة إذا كان سجن البحث الجنائي أخرج وليد الإبي يعني شهيدا، ماذا تتوقع؟ إذا كان سجن الأمن السياسي يقعد عبد الخالق عمران عن الحركة، ماذا تتوقع؟ هذه سجون تعتبر رسمية، فما بالك بالسجون السرية؟ بالتأكيد يعني ما نجد أو نسمع من أخبار عن السجون التي نصل إليها وهي أخبار تدمي القلب لأنها تهدد صحة المختطفين. لدينا حوالي 50 مختطف بلاغاتهم وصلت إلينا عن حالاتهم الصحية الصعبة جدا التي لا تحتمل نهائيا البقاء في السجن نهائيا. طيب سأعود لك واضحة. سأعود لك أعود مرة أخرى لضيفنا من مأرب رئيس منظمة رقيب الأستاذ عبد الله الشليف. أستاذ عبد الله، بالنسبة لكم كيف يبدو مستوى تفاعل المنظمات والهيئات الدولية مع ملف المختطفين؟
الحقيقة المنظمات الدولية بالنسبة لها التي في اليمن هي تعاني أيضا من ترزح تحت وطأة الميليشيا وتعاني من ضغوط لا تستطيع أن تتحرك. بالنسبة للمنظمات الدولية في الخارج لا يسمح لها بزيارة اليمن، وإن سمح لها فيسمح لفريق وفق مواصفات خاصة تتجاوب مع توجهات أو مع ما يريده الحوثيين أو ميليشيا الحوثيين. لكن هناك تقارير تصدر عن منظمات دولية كثيرة ربما عن الوضع الإنساني في اليمن. نعم التقارير موجودة، التقارير تصدر التقارير، لكن ما فائدة التقارير إن لم يكن هناك عمل ملموس يفعل شيء؟ عبد الخالق عمران له أكثر من سنة وهو محبوس وهو وزملائه، ماذا صنعت التقارير؟ طيب الإشكالية تكمن، هل الإشكالية تكمن في تعامل المنظمات الدولية مع ملف حقوق الإنسان في اليمن؟ هل تكمن الإشكالية في عدم السماح لها بالزيارة والتتبع عن قرب من خلال على الأرض، أم لعدم وجود رغبة لدى هذه المنظمات أن تكون لها دور في هذا الملف؟ أين تكمن الإشكالية؟ هي الحقيقة المنظمات الدولية غالبا تعمل عبر منظمات محلية، والمنظمات المحلية الحقوقية عند دخول الحوثيين صنعاء أول ملف قاموا بإغلاقه هو هذا الملف، قاموا بإغلاق المنظمات، اقتحموا مقراتها، بتجميد أرصدتها، باعتقال أفرادها، ولذلك سبب يعني سبب عتمة في الموضوع. هذا الأمر الأول. والتقارير معظم التقارير الآن التي ترفع من تلك الجهات من المناطق التي سيطر على الحوثي عبر منظمات يعني محسوبة على الميليشيا بشكل أو بآخر. الموضوع الثاني هو في التجاوب عدم السماح لهم من قبل أي منظمة بتصدر تقرير، منظمة دولية تصدر تقرير عن أي انتهاك يقوم بها الميليشيا توضع في القائمة السوداء بهذه الميليشيا لهذه المنظمات، وتمنع تماما من مزاولة أي نشاط داخل اليمن، إن كان لها مشروع وقفوه، إن كان لها مكتب أغلقوه، إن كان لها مراسل أو مندوب ضايقوه بهذه الطريقة. الشيء الآخر هو عدم التحرك من قبل الحكومة الرسمية، الحكومة الشرعية، تحريك هذا الملف بالتعاون مع هذه المنظمات الدولية. هذا البرود الغير مبرر من قبل الجهات المعنية في الحكومة الشرعية أدى إلى برود آخر بشكل أو بآخر من قبل هذه المنظمات. جماعة الحوثي لم تعد تأبه بأحد، هذه حقيقة، لكن لو أنه رفعت قضايا في يقوم بها اتحاد الصحفيين العالميين في الدول التي يسمح دستورها وقانونها برفع قضايا مثل بلجيكا أيضا أمام المحاكم الدولية، فكان المسألة تغيرت نوعا ما. لو أن هناك جهد دبلوماسي أيضا من قبل الحكومة الشرعية وقبل وزير الإعلام وقبل وزير الخارجية في هذا الجانب، لا يعقل أن يظل 17 صحفي يتعرضون للتعذيب لأكثر من سنة دون أي جهود ملموسة. سأحاول أن أنقل هذه الرؤى لضيفنا عضو مجلس نقابة الصحفيين سينضم إلينا لاحقا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك على العموم رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان عبد الله شليف، كنت معنا من مأرب. أعود إلى أمل عبد الرحمن رئيس المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين. كنتم قد نفذتم أكثر من وقفة ربما أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء تطالبون بأن يكون هناك دور فاعل للمنظمة فيما يخص الإفراج عن المختطفين. هل هناك أي وعود قدمت لكم فيما يخص إمكانية التحرك للبحث عن أي حل يخرج أهاليكم من السجون؟ أولا أشكرك على السؤال لأنه فعلا سؤال دقيق جدا. نحن وجدنا كما هائلا من التعاطف حتى في لقائنا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة سيد إسماعيل ولد الشيخ، في الحقيقة تعاطف كبير، لكنه هو وغيره من المنظمات التابعة للأمم المتحدة كان جوابهم واضحا، نحن لا نستطيع إعطاءكم وعود بكل وضوح. طيب إذا كثير من الوعود وربما كثير من الخذلان من دور الحكومة الشرعية كما يقول عبد الله الشريف رئيس منظمة رقيب، في ظل هذا الوضع السيء على ماذا تراهنوا؟ هل ما زال لديكم أمل قريب ربما بالإفراج عن أهاليكم؟
الأمل هو في الله عز وجل أولا. طيب أذهب إلى جنيف، ينضم إلينا من هناك عضو مجلس نقابة الصحفيين نبيل الأسيدي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أستاذ نبيل، 14 الصحفي مختطف منذ أكثر من عام تحت التعذيب، حالتهم الصحية سيئة وفق ما نسمع ونشاهد في الأخبار ووفق ما يتحدث أهاليهم، ماذا فعلتم في نقابة الصحفيين فيما يخص هذا الموضوع غير بيانات التنديد والمطالبة ربما بأن يكون هناك جهود تبذل للإفراج عنهم؟ طبعا عدد الصحفيين المختطفين هو 16 صحفيا حتى الآن وليس 14. للأسف الشديد هناك الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين، ونقابة الصحفيين تبذل ما بوسعها في هذا الإطار. تواصلت مع أكثر من منظمة دولية عربية ودولية من بينها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي والمادة 19 الاتحاد الدولي للصحفيين وغيرها من المنظمات. بعثنا الكثير من الرسائل إلى المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، قدمنا أكثر من تقارير في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية الثانية في هذا الصدد. للأسف الشديد نحن نعاني من خذلان دولي إذا قضية الصحفيين والناشطين الإعلاميين بالتحديد جراء وقوعهم أمام تعنت جماعة الحوثيين بأن يقدموا وفق ابتزاز سياسي ووفق المفاوضات التي يرجون أن تقام في الفترات اللاحقة. طبعا فيما يخص قضية الزميل عبد الخالق عمران، نقابة الصحفيين حذرت الجماعة أكثر من مرة وأبلغتها بأن ضرورة إطلاقه وعرضه على الطبيب. وصلت لنا معلومات قبل يومين بأنه تعرض للتعذيب خلال الفترة الأخيرة، يعني خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى فقدانه للحركة. هذه جرائم طبعا بشعة. نحن نثق بعدالة المجتمع الدولي وأيضا بالقانون الدولي الخاص بال 22-22 الخاص بعدم الإفلات من العقاب وتجريم كافة الجماعات التي قامت بالانتهاكات ضد الصحفيين. ستقدم، أنا أثق أن الملفات ستقدم لمحكمة الجناية الدولية وللمجتمع الدولي لمحاكمة كل من قام بانتهاك الحريات الإنسانية بما فيها الحريات الصحفية واعتقال واختطاف الصحفيين وإخفائهم قسرا. وأيضا قتل 19 صحفيا حتى الآن منذ قرابة عامين، يعني هذا الرقم مخيف جدا. الكارثة هي حلت بالشعب اليمني بأجمعه بما فيهم الوسط الصحفي. طيب أستاذ نبيل، تواصلتم مع الكثير من المنظمات ربما قلت لإطلاعهم على الوضع السيء الذي يعاني منه المختطفين، هل من رد من هذه المنظمات؟ ماذا يقول لكم؟ المنظمة تتفاعل وترسل أكثر من رسالة إلى الجهات الدولية لتضغط عليها، يعني وقدمت يعني الكثير من التقارير والأخبار من السياحة المفوضية حتى المفوضية الثانية، وحتى أيضا منظمة العفو الدولية تناولت هذه الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين. لكن للأسف الشديد هنا نحن يجب علينا أن نكون صريحين جدا، نحن نتعامل مع جماعة إرهابية عنيفة لا تعترف لا بقانون دولي ولا بمنظمات دولية ولا بحقوق الإنسان ولا بأي شيء، لا تعترف سوى بالقوة والعنف. يعني إذا كانت إلى الآن ترفض في قرارات مجلس الأمن وأيضا إيقاف قتل المدنيين وكل القضايا الإنسانية ترفض التعامل معها وبكل صراحة، يعني ما حدث في الأيام الماضية من قتل للمتظاهرين لم يحدث أبدا، أو للمطالبين بالحقوق لم يحدث أبدا لدى أي جماعة فاشية. هذه جماعة نازية وبالتالي فإن التعامل معها صعب جدا إذا لم يكن هناك. هل حاولتم في نقابة الصحفيين أن تتواصلوا مع معهم في صنعاء من خلال نقابة الصحفيين؟ طبعا نقابة الصحفيين هي تبذل أمام يعني كل من أجل الزملاء، تواصلت مع جهات يعني معهم في الجماعة وأيضا مع يعني الرئيس السابق في هذا الإطار ومع قيادات أمنية. وللأسف الشديد أن هناك شخصيات محددة هي من تقف أمام العائق وكلهم
يعني يتخلصون من المسؤولية ويرمونها إلى شخصيات كبيرة بما فيها. أرسلت رسالة حتى لعبد الملك الحوثي من أجل إطلاق الصحفيين وأن هذه جريمة وأنه يمنع يعني القانون الدولي يحمي الصحفيين وأنهم اختطفوا أثناء عملهم ليست عليهم أي جرائم. حاولنا التواصل أيضا مع الزملاء الصحفيين العاملين أو المقربين من هذه الجماعة من أجل طرقنا جميع الأبواب منها من أجل الزملاء الصحفيين، لكن للأسف نحن أمام جماعة لا تعترف بأي شيء. هذه الجماعة هي يعني من أبشع الجماعات التي عرفتها اليمن ومرت في التاريخ اليمني. طيب هناك من يراهن ربما على المنظمة الدولية، هل هي فعلا قادرة على أن تمارس ضغط على سلطة الميليشيا من أجل الإفراج عن المختطفين؟ هو لابد يعني لابد أن نواصل نحن مسألة الضغط ومسألة التواصل. يجب علينا أن لا نستسلم. هي ما هو ما تريده الجماعة هو أن نستسلم وأن نرضى للأمر الواقع وأن نسلم بكل شيء، لكن مهما تأخر هذا الأمر فإن أنا أثق بعدالة المنظمة الدولية. المنظمة الدولية أيضا هي على اطلاع تام وقدمت في مجلس حقوق الإنسان الكثير من الندوات والتقارير الخاصة بالانتهاكات والمخفيين قسريا. لازلنا أيضا نتذكر زميل وحيد الصوفي المخفي قسريا منذ عامين دون أن نعرف مصيره حتى الآن. أيضا الزميل محمد المقري مخفي قسريا منذ أكثر من سنة. هذه جرائم يعني المجتمع الدولي لا ينساها. إذا كانت خلال الفترات أو السنوات الأخيرة تم محاكمة زعيم الحرب الصربي في الجرائم التي عقدت في أثناء التسعينيات، فما بالك بالجرائم التي ترتكب الآن. لا بد. طيب أستاذ نبيل، ضيفنا من مارب رئيس منظمة رقيب الأخ عبد الله الشليف كان تحدث عن حالة خذلان ربما في موقف الحكومة الشرعية في التعامل مع ملف المختطفين، طرح فكرة أنه يتم رفع هناك قضايا في المحاكم ربما الدولية في أيضا في الدول التي تسمح وقانونها يسمح بمحاكمة وإتاحة الفرصة لأن ترفع قضايا ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع في محاكمها. هل هذا سيكون مجدي إذا ما تم اللجوء إليه؟ طبعا أنا يعني أؤيد هذا الرأي. للأسف هناك خذلان كبير من الحكومة الشرعية. كان هناك تواصل مستمر وطلبوا منا النقابة أكثر من مرة بتقديم الأسماء وقدمنا لهم الأسماء والكشوفات وتاريخ الاختطافات وقدمنا أكثر من رسائل عبرهم إلى رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية إلى رئيس الوفد المفاوض وإلى وزارة الإعلام. للأسف هناك خذلان شديد. عرضنا عليهم الكثير من الأفكار في إطار المساعدة لإطلاق الصحفيين وأيضا حذرنا بشدة من وضع الصحفيين كورقة ابتزاز أو ورقة تفاوض سياسية خلال مفاوضات خاصة في المفاوضات الأخيرة في مفاوضات الكويت. لقد أبلغنا الجانب الحكومة الشرعية بأن الجماعات تطرح أسماء الصحفيين في تبادل أسرى كأسرى حرب. هل طرح هذا الموضوع أكيد؟ طرح طبعا طرح هذا الموضوع وقدموا بأنهم أسرى حرب. وقال محمد عبد السلام أنه للمبعوث الدولي أنه لا يوجد لدينا أي صحفيين معتقلين أو ناشطين أو أصحاب رأي، وإنما المعتقلين هم من أسر الحرب ومن الإعلام الحربي، وبالتالي هذا ينطبق عليه ما ينطبق على العسكريين، وهذه مغالطة كبيرة جدا. نحن حذرنا من هذا الأمر، ولكن نشعر أن هناك الكثير أيضا من القضايا الأكبر، مثل يعني إذا كان تم تدمير بلد بكامله والكثير من الضحايا والانتهاكات بحق المدنيين في كل مكان، في تعز وفي عدن وفي البيضاء وفي شكرا جزيلا لك صعدة. شكرا جزيلا لك عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا من جنيف، فاعذرني على المقاطعة، انتهى وقت هذه الحلقة وسنبقى في متابعة لهذا الموضوع وغيره من المواضيع. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة كمال حيدرة، في أمان الله.